أكيد الكبد له أهمية كتير كبيرة بجسمنا، لكن اللي حابين نتعرفه من حضرتك شو هي الأعشاب المفيدة للكبد؟ الحقيقة موضوع مهم جدا. احنا الكبد هو الفلتر، يعني هو عضو مهم جدا لانه بيتم التصفية من خلاله الكثير من المواد. طبعا احنا بنقول عادة انه في اطراح كبدي او اطراح كلوي تبعا لمساره، اذا بيروح عن طريق الكبد او عن طريق الكلية. بالنتيجة هذا العضو مهم جدا لانه هو بيتم تصفية الكثير من المركبات السامة والمركبات الأخرى المفيدة لينتج مركبات يستفيد منها الجسم، إما بشكل ادخاري وتخزيني أو تستخدم في العمليات الاستقلابية في الجسم. طبعا ما يحدث عادة استخدام مركبات كيميائية، تعاطي كحول، استخدام بعض الأدوية التي تصفيتها كبدية، مع الزمن يصبح هناك مشكلة في عمل وأداء هذا العضو. لذلك يعني تم اقتراح في مدرسة بتقترح وجود ما نسميه ديتوكسيفيشن أو ديتوكس للكبد للحفاظ على ميكروزومات الكبدية وإعادة خلينا نقول تنشيطها من جديد باستخدام النباتات الطبية. طبعا ما في مجال أنه إحنا نعمل ديتوكس للكبد بدون استخدام مركبات طبيعية، لأنه أساسا أي مركب كيميائي رح يتم تصفيته عن طريق الكبد رح يرجع يخلي لنا الكبد يعني يتعب هناك سلبا بالعمل يعني في بالنتيجة. تصفيته ونزع السمية منه. لذلك عادة بيستخدموا مجموعة من الأعشاب والنباتات الطبية التي تعمل على صيانة الكبد، هي هو الفكرة الأفضل الأساسية أساسا خلينا نقول الأعشاب صيانة الطبية الكبد الأكثر صحة فينا 100%. نقول. نحن اليوم الأشخاص اللي بيعانوا من يرقان أثناء إصابتهم باليرقان، يعني التهاب الكبد النمط A، بيكون عندهم حمية صارمة على كل المركبات حتى المركبات الدسمة، يسمح لهم بأخذ السكريات بسيطة لأنه قادر الجسم على استخدامها بدون ما يتعب الكبد. بالإضافة أنه نحن نستخدم المركبات الطبيعية العشبية التي تنشط الميكروزومات الكبدية، وهناك أمثلة كثيرة من هذه النباتات. على سبيل المثال نحن نتحدث عن الأرضشوكي أو ما نسميه بدمشق الأنجينار، مفيد جداً، يعني يؤخذ سواء صيانة دورية على مدار السنة أو إذا بدنا ناخده فترة معينة أثناء الديتوكس. نحن ممكن كل 6 أشهر نقوم بعمل ديتوكس للكبد عن طريق استخدام الأرضشوكي، الهند بالبرية، المركبات الأساسية المتوفرة بين إيدينا واللي ممكن نستخدمها، نبات شوك مريم. هذه المركبات الحقيقة يعني استخدامها بجرعات محددة خلال 6 أشهر كجرعات خلينا نقول صيانة للكبد مفيد جدا. فينا ناخذها لهي الاعشاب كوقايه بشكل على مدار العام؟ مستمر ما عندنا مشكله ابدا، يعني فينا ناخذها خصوصا تمام. انه نحن بنعتبر او بنعرف انه الكبد هو عضو نبيل تمام. وهو اهم عضو تمام. بالجسم تمام. فانا تمام. لا حافظ على نشاطه وحيويه هذا العضو باخذ هي الاعشاب بانتظام بشكل مستمر، ما باخذها لفتره محدده بوقف طبعا للحاجه. يعني نحن ما في مشكله انه ناخذها من باب الوقايه بريفنشن، نمنع نحن حدوث مشكله، ما في مشكله ابدا انه نحن نستخدمها. ايضا هناك القبار موجود في سوريا بمناطق بوسط سوريا حوالي السلامية وهذه المناطق، أيضا القبار مفيد جدا لتنشيط الكبد. هناك القرص عني، قرص عني نبات أيضا ينمو في بعض المناطق السورية، يستخدم ك يعني سلطة ضمن مكونات السلطة. الرشاد ويعني مركباته، أيضا البقدونس له دور إيجابي. أيضا هذه المركبات الخضراء لها دور إيجابي في صيانة والحفاظ على الكبد، ونحن بحاجة أنه نستخدمها بشكل يعني مثل ما قلت، إما صيانة دورية دائمة أو نحن عند الإصابة الحادة مضطرين على استخدامها إذا في عنا شيء إصابة كبدية حادة. والحقيقة في كثير ناس عم تعاني من التهاب الكبد وممكن ما تشعر في الموضوع. طبعا في قراءات ومقاييس لحتى هو انتشر بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير، تمام، ما عن طريق يسمى العدوى، يعني عن طريق العدوى أو عن طريق يعني إساءة استخدام بعض الأدوية. يعني اضرب مثال بسيط، الباراسيتامول نحن هو دواء آمن كدواء كيميائي مسكن ألم خافض حرارة، ولكن المشكلة حينما نستخدمه بجرعات عالية واشخاص بيعتبروه انه هو يعني جزء من حياتهم، يعني بس يعني يصدع بياخذ منه يعني مباشرة. في عادات يمكن عندنا خاطئه انه اي شيء حسيت فيه خذ لك حبتين سيتامول. يعني 100%. طيب هذا الكلام عم بياثر على الكبد، الباراسيتامول حسب الدراسات الاخيره بانه كونه هو تصفيته كبديه فعم بياثر على الميكروزومات الكبديه، استخدامه المديد والمطاول عم يعمل لي مشكله بالكبد، وهذا الموضوع عم يكون غير قابل للرد والعكس لانه بنكون منتبهين نحن على هذه النقطه. لذلك لما بناخذ هندبه نحن على سبيل المثال او بناخذ وحده من هذه المركبات اللي ذكرناها، نحن من باب الوقايه
فأي شخص فينا نحن ممكن يكون عم يستخدم بعض الأدوية الكيميائية المديدة. طبعا فيتامينات ب مهمة جدا، لازم نحن تستخدم أيضا كدعم لعملية الديتوكسيفيشن واللي هي عملية تنظيف، خلينا نقول عملية دورية. نحن مثل ما بننظف أي شيء، يعني اليوم عضو يعمل بدون توقف، فنحن بحاجة أن نقوم بعملية صيانته بشكل دوري، وهذه الصيانة مرتبطة بهذه المشروبات والمركبات الطبيعية واللي منتشرة بشكل كبير، وممكن استخدامها يعني ما بالضرورة ناخذ دواء، ممكن تكون عبارة عن سلطة، ممكن نستخدمها مناقيع، ممكن نستخدم يعني في كذا قصة ممكن نستخدمها بهذه الطريقة. بالإضافة أنه نحن بحاجة هنا ننتبه على نقطة معينة، ألا وهي موضوع رد الفعل المناعي المرتبط ايضا بالديتوكسيفيشن. نحن بدنا نعمل شيء لرد الفعل المناعي خليه يكون كفوء اكثر. نحن مشكلتنا بالفترات الاخيره صرنا نلاحظ بانه المناعه عم تنخفض يعني، او عم ينخفض اداء المناعه تجاه الامراض، اصابات متكرره، بعض الاحيان نطلع من مرض بنرجع ندخل بمرض بنرجع ندخل بمرض. هي عم نلاحظها بالفتره الاخيره يعني، صحيحه دكتور؟ هذا خصوصا عند الشباب ما كان موجود سابقا. كان قبل في قوه شوي بالتعامل مع هذه، خلينا نقول التغيرات الجويه او غيره، حتى ما يتعلق بالمأكولات والاغذيه والنقل عن طريق العدوى. ليش عم بيصير هيك؟ لعده اسباب. السبب الاول انه نحن اليوم عم بيكون في عندنا تعامل سيء باتجاه الصادات الحيويه، بمعنى انه نحن عم نستخدم صادات حيويه كثير. يعني نحن ما شعبيا ادويه الالتهاب، ما كل ما نحن حسينا باعراض التهاب ناخذ ادويه التهاب، يعني ما بتخلي مناعه جسمنا تتحرك يمكن وتساهم ما عم ناخذها حقيقه، يعني ما عم ناخذها دقيقه، بمعنى نحن عم يصير فينا شغلتين اساسيات، عم نقتل نمله بمدفع اولا، اصابه صغيره عم ناخذ صاد حيوي متطور جدا، الامر الاخر عم ناخذ شيء يعني مثل قفل ومفتاح مختلف، يعني نحن بكون عندنا بشكل عادي يكون بجزدانك حب الالتهاب او البنادول، يعني انه خذ حبتين بترتاح. هذا المفهوم الشعبي الشائع هو من يعني يترك لدينا مشكله على الكبد، وفيما بعد يترك لدينا مشكله على الانسان وصحه الانسان. لذلك الشوفان مهم جدا، شوفان يحتوي على مركب اسمه البيتا جلوكان، هذا الكنز الطبيعي. أنا دائما بقول لهم الشوفان هو كنز طبيعي، وأول ما اكتشف البيتا جلوكان عالميا اكتشف من فطر اسمه أجريكوس بلازي. هذا الفطر كان غالي جدا، يعني غالي الثمن للحصول على هذا المركب بيتا جلوكان. في أمريكا كان دواء للنخب، يعني ما حدا بيقدر ياخذ الدواء يدعم مناعته فيه إلا اللي عنده مال كثير. بعد ما اكتشفوه من النبات ووجد في هذا النبات اللي هو نبات الشوفان، نبات متوفر منتشر بشكل كبير كيف جدا. كيف بيتم استخدامه دكتور؟ نحن ممكن ناخذ طحين الشوفان نصنع منه أنواع المعجنات المختلفة، ممكن نحن ناخذ مسحوق يعني الشوفان كمان بشكل ساف، ممكن نحن ناخذ منقوع الشوفان كمان ما في مشكلة، لأنه هو منحل بالماء مركب عديد سكر. بالنتيجة أي شكل من أشكال الاستخدام، المهم أن نستخدم الشوفان لدعم المناعة، وهذا ما يعطينا رد فعل مناعي كفو، بمعنى أن المناعة تقوم بدورها بشكل ما نسميه باللغة الإنجليزية activated macrophage اللي هي الخلايا البالعة الكبيرة المهيئة والمحسنة لحتى تقوم بعملية الرد. وهنا تكمن قوة أنه نحن حتى نبدأ مع الأطفال، نحن خوفا يعني اليوم من المناعة المتدنية أو المتدهورة اللي غير قادرة على الرد بشكل كفو، لازم نأخذ هذه المركبات. والحقيقة اليوم نحن عم نعاني بشكل كبير جدا من أمراض الكبد، نتيجة اما نتيجه العدوى او نتيجه انتشار بعض الاخطاء في عمليه تحضير، خليني اقول الاغذيه وعدم حفظها بشكل جيد. هذا الموضوع عم ينتشر بشكل كبير. الحل المثالي بالنسبه لما نسميه باليرقان او التهاب الكبد من النمط اي، ان يكون هناك حميه صارمه، ما نستخدم ابدا المركبات الدسمه اللي هي في الى تصفيه بالكبد والى وفي عمل في الكبد، بدنا نخفف الجهد على الكبد، نمنع استخدام اي نوع من انواع الادويه خلال فتره المعالجه، ممنوع اي نوع من انواع الادويه، يستخدم فقط الادويه العشبيه او المركبات العشبيه التي تقوم بصيانه الكبد، وبالتالي نستطيع ان نستفيد هنا مره اخرى من الهندبه، من القرص عني، الارضيشوكي، الشوفان مثل ما قلنا، هذه المركبات تساعد على صيانة الكبد القبار وتعطينا نتائج فيما يتعلق بالتغلب على مشكلة يعني التهاب الكبد أو تدني أو زيادة بعض أنواع الميكروزومات الكبدية، يؤثر على تحاليل الكبد سواء
التحاليل الكبديه المخبريه اللي نحن بناخذها او من خلال الاعراض العامه اذا حسينا باصفرار بالوجه او بالعين وكان مرتبط بارتفاع البيليروبين. دكتور يعني نحن يمكن ثقافه حياتنا ما كثير متعودين على الاعشاب غير الموجوده متوفره بكل بيت انه هي زهورات بانواعها يعني. اليوم دكتور كيف فينا هيك يعني نوجه نداء لكل الأشخاص أنه يتوجهوا شوية للأعشاب ولكن بطريقة صحيحة، لأنه في كتير ناس بيخافوا أنه يقولوا بركي إلى أضرار. شو بترد عليهم بهذا الموضوع؟ بالنسبة لحل المشكلة اللي عم تفضلي فيه صحيح 100%. نحن الأسهل بالنسبة لنا هو الزهورات المعتادة والمتناولة كزهورات شعبية، ولكن ما يتعلق بمواضيع تخصصية هناك مستحضرات صيدلانية موجودة في الصيدليات تحتوي على أعشاب وهي مركبات تعمل على صيانة الكبد، بإمكاننا استخدامها. حبينا نحن ناخذها بشكل غذائي مثل ما يعني بلشت الحديث، نحن يعني تحضيرها بشكل سلطة يجوز. نحن اليوم الهندبه تأتي مرة قليلا، تحلية بسيطة ونحضر هذا المركب الهندبه على موائدنا، مفيد جدا. الأرض شوكي منتشر لما بتصير في ثقافه استخدامه سواء بالاغذيه بشكل اخضر موسمه يعني. تمام، موسمه او حتى يحفظ يعني صار في طرق حفظ كثيره ممكن استخدامه على مدار السنه. القرص عني الحقيقه اليوم اهم مراكز ابحاث في العالم، اهم مراكز ابحاث في العالم تبحث عن هذا النبات. كيف بيجي القرص عنا؟ هذا النبات هو عباره يعني هو يشبه بشكل كامل موجود على اطباقنا، يعني يشبه خليني اقول البقله شكل شبيه بالنباتات الارضيه. هذا يعني يستخدم في بعض المناطق في ريف حمص، في ريف القنيطره، في بعض مناطق ريف طرطوس واللاذقيه بشكل طبيعي بيستخدموه بتحضير يعني السلطات، بيستخدموه بشكل طبيعي في الطبخ. السلق ايضا مفيد جدا في استخدامه. هناك نبات، في نباتات بتكون اصعب مثل السلبين مثلا، تحتاج الى تعامل خاص اثناء عمليه التحضير، كيفيه نزع السميه منها قبل استخدامها. بالنسبه لهيك نباتات لازم نستخدمها دوائيا من خلال الصيدليه. اما النباتات المنتشره ومثل برجع بقول مره ثانيه الرشاد، نحن نطلع عن إطار البقلة، نطلع عن إطار استخدام أنواع محددة فقط من السلطات. خلينا ننوع مائدتنا، نحن بسوريا غنية جدا بهذه المركبات الخضراء، ونحن أي شيء أخضر من هذه المركبات بينشط ميكروزومات الكبد وبيرجع بيعمل لها صيانه هو اكثر صحه بعيدا عن المواد الكيماويه يمكن. بس خلينا نحكي قديش فعليا الاعشاب الطبيه ممكن تكون بديل عن الدواء، لا يعني نقول ما إلى آثار سلبية. في كثير من الأدوية بنلاقي بالروشيتا إنه في له آثار سلبية، 1 2 3. الأعشاب الطبية قديش قادرة تكون هي بديل للدواء؟ بالمناسبة في موضوع الكبد في العالم كله لا يوجد دواء سوى الدواء النباتي، فقط الكبد، لأنه هذا العضو النبيل لا يوجد ما يساعد على صيانته إلا المركبات النباتية. ولذلك يعني معروف عند الجميع أطباء وصيادلة ومواطنين بأنه نحن أثناء فترة الإصابة بأمراض كبدية نتوجه إلى المنتجات العشبية ونستخدمها. لذلك من فترة مثلا نبات القبار يعني كان يباع بكميات كبيرة جدا إلى خارج سوريا ويستخدموه بتحضير مركبات سواء حتى من انواع المربيات او غيره من المركبات اللي ممكن يحتوي على القبار نفسه، كانوا يستخدموه لصيانه الكبد وخاصه الكحوليين، اشخاص بتعاطوا كحول بتاثر الكبد بموضوع تعاطي الكحول، فبياخذوا هذا المركب لانه هو بيعمل صيانه للكبد وبيرجع بيحميه وبيحصنه من 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 فكره يعني ان يتاثر بهذه المركبات الكحوليه او مركبات كيميائيه الاخرى. بالنسبة لفكرة البديل أو المعالج قطعا ليست بديل. الأدوية النباتية هي مؤازر وتساعد مكمل في الوقاية من حدوث مرض، وبنفس الوقت تقوم في مناطق محددة لا يستطيع الدواء الكيميائي أن يستخدم فيها، تعتبر هي بديل مكمل للدواء مثل ما بنقول الطب التكميلي، وسموها باللغة الإنجليزية complementary. اليوم بالعالم صار في عندنا شيء اسمه CAM اللي هو complementary and alternative medicine، الطب يعني العلاجات البديلة والمتممة بنفس الوقت، بديلة لبعض الأدوية الكيميائية في حالات محددة ومتممة للعلاج في حالات أخرى. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النباتات الطبية هي أصل الدواء في العالم. تماماً بالتأكيد. يعني اليوم نحن استنبطنا الأدوية بالأساس من المركبات النباتية وتم تصنيع مركبات كيميائية طورت، والهدف كان من تصنيع مركب كيميائي هو رخص ثمنه وتوفره الكبير
وامكانيه الصناع منه مركبات كميه كبيره. نعم. اما الادويه النباتيه محدوده. نعم. يعني نحن اليوم بدك تحوشي اللي موجود وتشتغلي على اساسه. لكن دكتور، لاي درجه بيختلف تجاوب كل شخص طبيعه جسمه عن طبيعه جسم اي جسم، يعني اي شخص اخر بتجاوبه لهالاعشاب؟ طبعا نحن فكره استخدام الاعشاب مرتبطه بثلاث نقاط اساسيه. النقطه الاولى استخدام القسم الطبي الصحيح، لانه نحن استخدام الاعشاب هيك، يعني نحن اليوم انت الشاي ما بتشربي غير ورق الشاي، ما بتشربي جزر الشاي، اذا هناك قسم طبي مستخدم. ونحن هذا الموضوع مرات يغش فيه بشكل كبير، بمعنى انه البعض بيجيب لك نفس النبات ولكن قسم اخر غير مستخدم. البابوناج نحن نستخدم فقط ازهاره، الناس جابوا لي اوراق ما بستخدمها ليست طبيه. الزعفران فقط المياسم، الخزامة فقط الأزهار الخزامة وأوراق الخزامة نستخدم أيضا في المليسة أوراقها. إذا هناك قسم مستخدم أولا. ثانيا عمر النبات. أنا اليوم إذا حوشت نبات من السنة الماضية أو اللي قبلها فقط زيوته العطرية، هل أستطيع استخدامه في السنة التالية؟ هي نقطة كثير مهمة كمان. كطبي دكتور. كطبي لا. وأضرب مثال بسيط جدا، الكمون. الكمون المحفوظ لدينا في المنزل إذا نحن جربنا نستخدمه لمواضيع طبية لا نستفيد منه، لأنه فقد الزيوت العطرية خلال فترة الحفظ. أنا اليوم إذا بجيب كمون وبطحنه وبعد ما أطحنه استخدمه مباشرة راح أستفيد من الزيت العطري الموجود بشكل كبير جدا. الأمر الثالث والأهم موضوع تقدير الجرعة. يعني نحن اليوم هناك جرعات قد نكون تجاوزنا جرعة سمية معينة وتظهر عنا أعراض جانبية، وهناك جرعات قد تكون يعني جيدة ومناسبة للعلاج. مو كسر الكمية هو بيؤدي لشفاء الكامل، لازم جرعات محددة. طبعاً. دكتور بنتشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها الدكتور شادي الخطيب، شكرا كثير لك. شكرا كثير دكتور، دائما يعني بتغني صباحنا بمعلومات مفيدة وقيمة، شكرا كثير لك. شكرا كثير لك.